اجتمع السيد رئيس المجلس الرئاسي دكتور محمد المنفي والنائب بالمجلس السيد موسى الكوني بمحافظ مصرف ليبيا المركزي السيد الصديق الكبير ونائبه السيد علي الحبري بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة بعد انتهاء مراسم استلام تقرير التدقيق والمراجعة المالية لحسابات مصرف ليبيا المركزي. السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه أكدا خلال الاجتماع على استعدادهما لدراسة التوصيات التي جاء بها التقرير والعمل بكل ما من شأنه أن يدعم توحيد مؤسسة مصرف ليبيا المركزي. كذلك اتفقا على عقد اجتماعات دورية منتظمة لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي. كذلك من جهته رئيس الحكومة أكد على استعداده لدعم جهود السيد المحافظ ونائبه عن طريق وزارة المالية لوضع كل المقترحات قيد التنفيذ.